السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ عساكم بخير. اليوم جايبت لكم وصفة تجنن، وايد حلوة، رهيبة، حق البشرة، حق أثار حبوب قديمة، حق بقع، حق الكلف القديم، حق جروح موجودة في الوجه وما راحت. اتبعوا هالوصفة هاي، صدقوني والله العظيم سووها مرة في الأسبوع. طبعا أنا سويت الخلطة هاي، بتقولين كل هالخلطة بنحطها اليوم؟ لا طبعا، هذه الخلطة بنحتفظ فيها وكل يوم بنطلع وبنسوي منها شوي. المهم هذا عندي ورد بلدي، هذا هو ناخذ على كف اليد شيء، هذا ورد، ناخذ بكف اليد الورد هذا. هذا الورد حق البشرة رهيب، ترطيب فعال جدا. المهم نطحنه، أنا كل شيء طحنته بهالطحانة، نطحنه يستوي ناعم. بعدين عندي هذا شوفان، طحنته بالطحانة. عندي حمص مجفف، طحنته بعد. عندي هني دم الغزال أو العكر الفاسي، بعد يلكم شيء مثل كور، طحنته ناعم. وعندي هني زيت البرتقال، زيت البرتقال اقروا عنه، وايد مفيد حق البشرة. زيت البرتقال حتى حق الشعر مفيد، زيت البرتقال واللي ما عندها زيت، واللي ما تحصل زيت البرتقال شو تسوي؟ قشر البرتقال، تاخذون قشر البرتقال وتجففونه في مكان ما يكون داخل فيه شمس، يعني تلفونه بشيء وتحطونه قولوا تحت الشبرية، المهم ما تدخل الشمس، وتخلونه ليه ما يجف. عقب تشلون منه تطحنونه بالطحانة يستوي ناعم، وتخلطونه عادي تكون ويا الخلطة في أي شيء، زيت أو قشر البرتقال. إن شاء الله بسوي لكم عنا، شوفوا وايدة، هو قشر البرتقال ترى نفس الشيء. المهم هاي المكونات بخلطها كلها ويا بعض. سوري بعد عندي هني الزعفران الحر، بتقولوني شوف الطن طبخة، هاي وصفة ترى وايد ممتازة يسوونها المغاربة. هذا الزعفران، شوية زعفران حر أصلي، كله بنخلطه، خربط كله كامل، ما نخلي شيء، نتأكد انهم كلهم فعلا. تقولون هاي كل اليوم بنسوي؟ لا طبعا، هاي توفرون الوقت، تسوون بس هالمقادير، تطحنونه نفس ما قلت لكم، تخلطونه كامل، بس تأكدوا ان كل شيء دخل ويا بعض. خلطت المقادير كلها وتأكد 100% كل شيء يعني جالس يا بعض، أشيلهم وأحطهم هنا، أحتفظ فيه في الثلاجة. كل ما أبى الماسك هذا أسوي أطلع منه شوي وأستعملها يعني. زين هذا وايد اني انا اسوي الحين، انا ابى بس حق وجهي لان رقبتي ما فيها شيء. هذا وايد 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 الماسك فادني. اوكي هذا اللي ابى. المهم تابعوني شوفي شو بسوي الحين. انزين الحين زيت البرتقال بحط شوي بس، انزين، وبجيب ماي الورد
وبعجن فيه الماسك. رشود حشرة، رشود حشرة. بعجن كل ما أحس إنها تحتاج أرد أحط ماي ورد. رجعت لكم. طبعا الحين انا غسلت وجهي بالغسول. الحين شو بسوي؟ اهم شيء قبل اي ماسك بتسوونه لازم تكون البشره نظيفه، يعني مغسلينها بالغسول. والحين بمسحها بالتونر، ما يكون فيها اي شيء. المهم نظفتها. الحين شو بسوي؟ هذا الخليط مالي. انا ما بيكون الماسك مثل الماي، يكون تجيل شوي عشان ترمون زين. بنات او شباب، هذا من اروع الماسكات اللي انا معتمدتنهم، يعني تقريبا اسبوعيا اسوي مره بالاسبوع او مرتين، او قصدي مره كل اسبوعين. وايد ممتاز. الشوفان معروف ايش كثر مفيد حق البشره. الشوفان من اكثر المواد فيه شوفان، انه يتخلص من البقع اللي في البشرة، من اثار حبوب قديمة. عندكم الورد، الورد البلدي يرطب. بعد عندكم زيت البرتقال. ترى زيت البرتقال فيه مادة فيه ما اعرف اذا تعرفونها، او يمكن كثير غافلين عنها ما يعرفونها. انا على فكرة وجهي بدا مو قادر اتكلم يي، بس حمض الهيدروكسي. هاي المادة يحطونها يعني في الخلطات اللي مال الماسك اللي يبيعونها، الماسك الوي يحطونها. ترى زيت البرتقال او قشر البرتقال نفس ما قلت لكم قبل، الاثنين نفس الفايدة. معروف حق البقع، حق الحبوب، حق ال... انا ان شاء الله عقب بسوي زيت البرتقال حق يعني في شلون استعمله حق الحبوب والبقع. زيت البرتقال ويا كذا حق تصفية البشرة او النضارة، لكل شيء فيه. الحين هاي الخلطة اللي انا سويتها وياكم. انزين الحين شوفوا الكمية الصغيرة اللي انا سويتها، تم منها. يعني قلت لكم الباجي حطوه في الثلاجة. والله مكان ما حصل حط خفص. المهم لا تخلونه وايد وايد وايد، تحسونه تقريبا 20 دقيقة، لا تحطون اكثر من 20 دقيقة لانه وايد حسينه يشد. شو كنت بقول؟ الخلطة هاي والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان من احسن الخلطات اللي انا اعتمدها. خلطة وايد رهيبة 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 لتصفية البشرة، من اثار حبوب قديمة، من بقع، من كلب، من ضرر الشمس اللي يكون فيها هني سواد او حوالين الشفايف سواد. اذا استمريتي عليها انا اضمن لك شوفوا
نشف. كلها نشف ومو بقادرة أتكلم، مو بقادرة أربس، أحس وجهي شي، أنا ما بوايد انشد يعني شوي وبغسله وبرجع لكم. غسلت وجهي وحطيت هذا السيروم، مجموعة فيتامينات ممتاز جدا، أنا أحط الصبح وأحط المساء وايد، هي يعني قبل ما أنام وايد مفيد، حطيت منه أنا وخليته تقيمة تشرب البشرة. الحين بحط هذا نفس الماركة، مع الماركة فرنسية وايد حلوة، بحط تحت عيني. وإن شاء الله يا رب يكون الدرس أو الخلطة اللي سويتها استفدتوا منها. مثل ما قلتكم أبا أشوف تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله يا رب تكونون استفدتوا، وإن شاء الله إذا اليوم فضيت بكتب لكم عن فوائد زيت البرتقال، ترى وايد مفيد زيت البرتقال حق البشرة. وأنا قلت اللي ما عندها زيت البرتقال، قشرة البرتقال نفسها تجففينها بمكان ما تيل الشمس نهائيا لين ما تنشف، تطحنينها بالخلاط او الطحانة هاي، وعادي ويا يعني الماسكات اللي تحتاج يكون فيها زيت البرتقال او قشر البرتقال، لان في وايد خلطات يعني زيت البرتقال بالذات لا خلطة تدخل في مكون واحد حق الحبوب، لا خلطة يكون مثلا مكونين حق نظارة البشرة، في وايد أشياء إن شاء الله أنا بكتب لكم إياها وتكونوا إن شاء الله استفدتوا يا رب.